احد الاخوه ذكر قصه، واكو قصه قبلها سامحها اني ايه من طبعا سامحها من الباحثين يعني. ايه احد الاشخاص بعد التدقيق قبل حوالي 3 اشهر تبين عنده 4 تريلات الله ملكه طبعا. يابا فصار العائله يابا انت عندك 4 تريلات، فشنو جوابه؟ يعني مو استنكر وقال لا انا اسف وانا اعتذر وانا غلطت، لا، قال هذا حقي عند الدوله، انا ما اخذ راتب من الدوله، فهذا راح حقي بالنفط، فلوس النفط لازم اخذ من عندها حقي. عجيب والله. البارحه مثال احد الباحثين وصلته معلومه انه فلان من الاشخاص اللي هو رايح يبحثهم هذا عنده سياره تشارجر موديل حديث زين ويشتغل بها على الخط، فخابره باعتبار العائله عاده لازم يتصلون بها، فقال له انا اريد اروح للنجف واريد تقدر تاخذ لي النجف؟ قال له ياخذه. قال له شنو سيارتك؟ قال له عندي شارجر. قال له اخوي انا الباحث، سلمني على العائله في مال. زين.